انت كمان ايه بيشي؟ تعي لهم. ايه شو حسيتي لما اجيتي لهون؟ يعني اشتقتي لهالغرفة؟ حاسة كأني لسه مرتك بعقد مزور، كأننا غريبين عن بعض. معك حق، لما كنا هون كنا غريبين عن بعض، بس أنا عشقتك هون. لا وما ننسى هالشي. ليش حاسة حالي ما رح أرجع لهون أبداً يا فريد؟ شي طبيعي، لأنه هون ما قبلوكي، ما لقيتي قبول، ما قدروا يفهموكي ولا يحبوكي. بس بعد هلأ رح يكون كل شي أحلى وأحسن ورح يكون أفضل، لأنه ما بنستغني عنك، مو بس أنا، كل اللي هون بالقصر ما حد يستغنوا عنك. أخيراً فهموا قيمتك حتى لو كان تأخروا. أنت أغلى شي بالنسبة لألي وبنتنا كمان. بيتنا يلي رح نربي فيه بنتنا عاطيني أمل وحماس كبير، رح يطق قلبي على ما أروح هلأ وشوف غرفتها. سويتها غرفة كتير حلوة يا بابا، يسلموا إيديك. العفو العفو يا روحي. لما كنت بالمشفى كنت عم شوف بنتي بالحلم طول الوقت، ما بعرف كيف بده يمر الوقت بينما أجتمع فيها. بس بكفي الواحد يجتمع بالحب. أوقات الإنسان بيدفع تمن كتير شغلات ما له حاسب الحساب أبدا. الحياة غريبة كتير. نحن اكتفينا من دفع التمن واكتفينا من الوجع، ومنستحق السعادة ومنستحق بنتنا. صار وقت نجتمع يا فريد، صار وقت الفرح والسعادة.